كلام خفيف مع شريف مدكور على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم مره ثانيه هنتكلم عن حاجه حلوه قوي بالنسبه لي، ممكن مش عارف بالنسبه لكل الناس تبقى حلوه، لا بس هنتكلم عن الكلاب والحيوانات. الكلاب والحيوانات بالذات الكلاب انا بحس انها كائنات خلقت عشان تبسطنا، يعني تبقى حوالينا كده نبقى مبسوطين. بحس انهم بيفهموا. انا شخص عندي 3 كلاب في الحقيقه، انا بتعامل معاهم ساعات بحس انهم عاملين زي البني ادمين بالظبط، يعني مفيش اي فرق، بس عندهم حاجه مش عند البني ادمين وهو الولاء والحب اللي فيه افراط لصاحب الكلب. معايا النهارده سيده حاولت تتواصل مع الحيوانات مش كلاب بس، مش هقول لغه، بطريقه معينه فهموها وفهمتهم. هي هتشرح لنا هي بتعمل ايه بالظبط، بس خلينا نرحب بيها. استاذه ميرال درع، اهلا بيكي. اهلا بيكي. اخبارك ايه؟ انا كويس الحمد لله. انت كويسه؟ كله تمام. اخبار الكلاب والحيوانات ايه؟ هايلين. بتتواصلي معاهم ازاي؟ دي حاجه اسمها انيمال كوميونيكيشن، انا تعلمتها ما كنتش عارفه اعملها، تعلمتها في انجلترا من 4 سنين. بتروح تاخد كورسات بيعلموك ازاي تتواصل معاهم وتقرا حاجات تفهم حاجات اكتر عنهم وعن من الطاقه بتاعتهم من الانرجي بتاعتهم، فتقدر تفهم بقى هم زعلانين ولا مبسوطين، تقدر تعرف المحيط بتاع اللي عايشين فيه سواء الناس او المكان مأثر عليهم ايجابيا ولا سلبيا، تقدر تعرف سلوكهم لو اتغير فجاه، تقدر تعرف ليه اتغير، ليه صحي من النوم كده في حاجه حصلت او حاجه اتغيرت، ساعات بيبقى فجاه قلب اجريسيف، فجاه قلب في حاجه حصلت مش فاهمه، وكمان لو في حاجه وجعاه في جسمه بتقدر تعرف هي ايه وفي انه مكان وايه يعني نوع الوجع بالظبط. طب عايزينك تعلمينا. ينفع جدا. اكتر ام بلانينج ان انا اعمل كورسز بس لسه ما حطيتش. طب انت ايه اللي خليكي تخشي في الموضوع ده اصلا؟ انت ما عندك، انت عندك كلاب؟ انا ما عنديش عشان بقعدش في البيت، بس مش عشان حاجه، لو قاعده كنت ديفينتلي هيبقى عندي. انا عرفت على الموضوع بالصدفه، بتاع ده يوم اونلاين بتفرج على الحاجات زي العادي كده، فلقيت فيديو بيقول ان في انيمال كوميونيكيتور وراحت لناس وقالت لهم وبتاع وطلع كلامها صح، فجالي حاله من الذهول. هو في كده يا جماعه؟ وفي حاجه اصلا اسمها كده يعني؟ طبعا قعدت ادور بقى هيستيريا على الاونلاين، فلقيت انه دي موجوده في كل بلاد الدنيا ولها كورسات ودي شغلانه معروفه، ويعني حتى الرويال فاميلي في انجلترا استعانوا بحد عشان يساعدوه في الحصانه بتاعتهم، فلقيت الموضوع كبير يعني، فقررت اني عايزه اتعلم. وكنت مصدقه يعني لما لقيت الموضوع كبير كده فهمت ان الناس كلها بتعرف تعمل كده، بس مش عارفه لو انا هعرف اعمل كده، فقررت اني اروح. فكان حجزت رحت في انجلترا ورحت اخدت الكورسز بتاعتها، واكتشفت انه الموضوع بيحصل وده حقيقي، وبتقدر تفهم حاجات كتير جدا انت ما تعرفهاش، مع انك حتى لاول مره تشوف الحيوان ده بس تقدر تعرف عنه حاجات كتير قوي وبتطلع صح. ايه اكثر الحيوانات اللي انت بتعرفي تتعاملي معاها؟ بص هم كلهم نفس الطريقه. كلهم نفس الطريقه، فما بتفرقش قوي. انا طبعا بتعامل اكتر مع كلاب وقطط وحصينه لان دول اكتر حاجه الناس يعني عايشين مع الناس. أوكي. بس جربت مع تشمبانزي في جنينة الحيوانات وجربت حاجات تانية. هم كاركترز اكتر من اي حاجه، ده اللي اكتشفته. شخصيات جدا. أوكي. فحتى لو هم كلبين نفس البريد او نفس الكده شخصيات مختلفه تماما. أوكي. فلطيف ان كل مره كانك بتقابل شخص جديد او شخصيه جديده. طيب وهو يعني انت بتفهميه ازاي؟ علميني شويه. انا كان عندي كلاب عايز اعرف، واكيد في ناس سمعنا دلوقتي بتشوفنا كتير عندها كلاب. اوكي. بتعرفي ازاي ان ده اولا ما يصحى موده متغير؟ يعني ازاي هنعرف لو حاجه وجعاه في جسمه بيعمل ايه عشان نعرف ان بطنه وجعاه مش رجله مش سنانه كده يعني؟ اوكي بص، هي دي الجزء الاصعب، انه لازم تتعلم الـ التكنيك. بس اقرب حاجه ليها انت لو عندك كلاب لما بتشوفه يوجلي بتبقى عارف هو زعلان ولا جعان، ولا حتى لو عندك حد غريب يقول لك ايه ده هو انت عرفت منين ده غريبه قوي. انه اقرب حاجه برضو عارف فكره الام لما ابنها يبقى راجع من المدرسه واول ما تبص له تقول له انت اتخانقت مثلا في المدرسه او جبت نمره وحشه او كده، حاسه حاسه. فهو الموضوع معظمه بيعتمد على الاحساس، مع انك بتتعلم طبعا تكنيك يساعدك انه الاحساس ده يبقى اقوى وانك تثق في انه المعلومه دي صح. اوكي. فده دي اكتر حاجه. طيب في نوع معين من الكلاب حسيتي ان هو بتفهميه اكتر من نوع تاني ولا ما بتجيش كده؟ لا، شخصيات برضه
هم عاملين عارف زي البني ادمين اللي هو في شخصيات في ناس بتقابلها ما تعرفهاش بتحكي لك قصه حياتها وفي واحد يبقى صاحبك جدا وما يقولكش حاجه. هم عاملين كده في منهم منفتحين عن الحياه وده يعني ما عندهمش ما فيش حاجه افلام زي ما بقاش في بلوك كده ان هم قافلين حاجه. هخش معاكي في موضوع تاني ونرجع مره تانية. مش كل الناس عندها قابليه انها تعرف تتعامل او تقدر ان الحيوان ده روح وروح تحترم اوكي فبيتعاملوا معاهم يقول لك دي حيوانات الحمار حمار يعني فاهمه ازاي اوكي انت يعني شايفه اغلبيه المجتمع طريقته كده مع الحيوانات انت وجهه نظرك وبما ان انت برده قعدتي بره وشفتي بره بيتعاملوا زي مع الحيوانات احكي لي الثقافه بره عشان نحاول نعمم الثقافه دي عندنا. اوكي بص الفكره كلها في انك انت لو مقتنع ان هو روح فده معناه ان هو عنده جسد وعنده مشاعر. اوكي لو انت مش مقتنع ان ده روح وربنا خلقه وكده يبقى خلاص احنا بنتكلم في حاجه تانية. طول ما الجسد محتاج انه ياكل ويشرب ويروح للدكتور والحاجات دي. المشاعر لو ما بصت لهاش برضو في بيحصل فيها مشكلة لأنه في ناس اللي بتربي الكلاب عارفة القصة دي ممكن قوي يفضل يلف على دكاترة كتير ومش عارفين الكلب عنده ايه عشان مشكلة بيبقى أصلها في حاجة نفسية وإحنا مش قادرين نبصل وإنه أي تغيير في سلوك دايما بيجي من مشاعر. يعني لو الكلب مش هيصحى الصبح يقرر يغلس عليك هو هيصحى أجريسف أو يصحى بيهوه زيادة أو بيعمل لك تولات مع إنه هو متعلم في مكان غلط وكده عشان هو عايز يوصل لك رسالة عشان هو في مشاعر ما مأزية وانت بتحاول وهو بيحاول يوصل لك الرسالة دي. فالقصة كلها انك تقتنع ان ده روح وربنا خلقها عشان تقتنع انه لو هي ربنا خلقها يبقى اكيد لها مشاعر يبقى لازم احافظ عليها. اوكي في ناس دلوقتي هتسمعنا هتقول علينا ايه ده هما بيكلموا في ايه اصلا واحنا عارفين مشاعر البني ادمين عشان نعرف مشاعر الحيوانات بالظبط كتير هيفكروا بالطريقه دي. وده يعني كل حاجه في الدنيا فيها ناس مع وناس ضد. طب بالنسبه للقطط مش بفهمهم يعني عارفه مش بفهمهم خالص. اوكي وعمري ما فكرت اربي قطه يعني انت ايه برضو عايز اعرف طريقه التعامل مع القطط ايه. بص القطط شويه اندبندنت اكتر اللي هم يعني عندهم كده بيحبوا ياخدوا حياتهم وخصوصيتهم بالظبط بس هم برضو بيتاثروا جدا باصحابهم. يعني انت لو واحده متعوده ان صاحبتها بتيجي وبتلعب معاها ومش عارفه ايه وبعدين صاحبتها دي اتشغلت فتره لا بيبتدوا بقى يعملوا لهم تواليت مش عارفه فين ويعملوا ايه لان هم بيتاثروا بيهم قوي. القطط محتاجه اللي هو عارف المعادله الصعبه اللي هو انا هديها مشاعر بس هي مش لازم تفضل تديني مش زي الكلب بتدي لا بتدي بس يعني هما زي معاملة خاصة شوية محتاج شوية معاملة خاصة عشان وغالبا بتبقى محتاج تفهم انه خصوصيتهم دي مهمة بالنسبة لهم ان هي تقعد لوحدها شوية ده عادي ان هي تجي لك ده عادي مروحش انا اغلس عليها بقى ما تغلس عليها بالظبط. طب اخبار الطيور ايه؟ الطيور تمام برضو انت في بغبغانات في دراستك او كده؟ عملنا بغبغانات البغبغانات والعصافير؟ بحس انا بحس العصافير ما بقاش في اي كوميونيكيشن بيننا وبينهم مش عارف البغبغان لان انا كنت مربي بغبغان في الحقيقه. بس العصافير ايه يعني مش زي البغبغانات. بص هي المشكله ان احنا بنتخيل ان مفيش بس في يعني جرب تجيب عصافير وتحطها وما تكلمهاش خالص وجرب تجيب عصفورين نفس النوع وتحطهم في قفص تاني وكل يوم تروح تتكلمهم تغني قدامهم تصبح عليهم وشوف الفرق بين يعني العصافير مثلا حتى لو صبحت عليهم وكلمت معاهم بس لو فتحت القفص هيطيروا ويمشوا لكن الكلاب مش هتسيبني وتمشي. والله مش بالضروره انهم يمشوا في ناس كتير بيجي لها عصافير من بره على الشباك بتاعهم وهم ومع ان هم يعني مش صحيح. طب احنا هنسمعك اغنيه اوكي يلا نرجع نكمل كلامنا مره تانية عن التواصل مع الحيوانات. اوكي وخليكم معانا لو سمحتوا. كلام خفيف مع شريف مدكور على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم مرة تانية بنتكلم عن الحيوانات والتعامل مع الحيوانات ومرة تانية برحب بضيفتي النهاردة مشرفان يوم نوراني أستاذة ميرال درع. أهلا بيكي. أهلا بيكي. مبسوطة أنا بالكلام أول النهاردة على مزاجي الحاجات دي أصلا وأنا مبسوطة جدا هنا. ويبقى إزاي نبتدي كده نعرف سبب المشكلة اللي عند الحيوان أو عند الكلب. إحنا مني بنتكلم على الكلاب عشان الأكتر يعني. أوكي بص هي دي نقطة مهمة جدا لأنه أنت لو ما فهمتش يعني بيسموها root cause أو السبب الجذري للمشكلة عمرك ما هتعرف تحلها.
في مثلا انك يبقى عندك مثلا كلب لقيته فجأة اجريسيف او بيقولوا ان هو بيغير. دي مش هي root cause. هو انت لازم تفهم لو انت بتقول ان هو بيغير ليه. ان هما دايما بيبقى فيه زي السبب ورا السبب. ان هو يعني مثلا كان في مرة كلبين اجريسيف, بس كل واحد منهم كان لما عملت لهم السيشن كل واحد منهم فيه سبب مختلف. في واحد اجريسيف عشان كانوا بيربطوا كتير ومحبوس ومش عارف ايه, فهو متضايق قوي من كده فالدنيا قلبت معاه كده. وفي واحد تاني علشان انت في حد في البيت اجريسيف قوي وهو اكنه بياخد طباع هذا الشخص. فلازم تفهم حتى قصة الغيرة, كلمة ان هو بيغير دي مش كفاية, هتلاقي وراها دايما سبب. يا اما بيغير عشان مثلا لما جبتوا الكلب التاني بقيتوا تحبوا الكلب التاني اكتر, او اديتوا له اهتمام اكتر, او ان هو ما بقيتوش فاضيين له, او يعني دايما في سبب ورا السبب. فمهم قوي انك تفهم, لانه مثلا ساعات الناس بتعمل تريننج للكلاب وبعدين تقول بعد فترة ايه ده التريننج رجعوا تاني. هما رجعوا تاني عشان كان في مشكلة لها علاقة بمشاعرهم وانتم ما فهمتوهاش, وبالتالي ما حاولتش تحلها, فبالتالي المشكلة بترجع تاني. طيب هنتكلم اكتر واكتر, بس هناخد فاصل سريع جدا. أوكي. ونرجع مرة تانية لضيفتنا استاذة ميرال درع. خليكم على نجوم اف ام لو سمحت. رجعنا لكم مرة تانية مع ميرال درع, بنتكلم عن الحيوانات والتواصل مع الحيوانات. وقبل الفاصل كنت ذكرتي ان لازم نعرف السبب من التغير اللي بيحصل في شخصية الكلب. بالزبط. صح. اوكي, قلتي حاجات كتيرة, بس كذا ما وحضرتك بتتكلمي ذكرتي كذا مرة ان الشخصية اللي في البيت هي اللي بتأثر. يعني الكلب بياخد او بيتعلم من شخصية الشخص اللي في البيت. عايز اسألك بقى سؤال صعب شوية. يلا. الكلاب اللي في الشوارع بتكون شخصيتها من ايه؟ هو في جزء, ما هو في كذا حاجه بتاثر في شخصيتهم. تاريخ الكلب, يعني هو اتربى في الشارع, ما اتربى في بيت, اتربى في حته بيتعذب ولا مش عارف ايه, ده جزء. في جزء تاني هو شخصيته, هو مولود ازاي, جيناته بقى عامله ازاي. في جزء انه اللي حصل له ايه, اللي حصل له اي حاجه حصلت له. وفي جزء له علاقه بالناس اللي اتعاملت معاه. فعشان كده مثلا في حتت بتلاقي لو الناس مثلا عنيفه جدا مع الكلاب او بيحدفوهم بطوب او مش عارفه ايه, الكلب بيطلع شويه عنده عنف وبعدين بيقولوا ده خطر وده كذا ومش عارفه ايه. هو دايما في حد ابتدى. والكلاب اللي حتى لو هي في الشارع, بس في حتت في مناطق اكتر مفتوحين وبيحبوا الكلاب وكده, بتلاقي انه الكلاب دي اهدى جدا, وان هي واخده من يعني ما عندهاش الخوف بتاع البني ادمين اللي هو اللي عند الكلاب التانية. اوكي, هما في الاخر اكنهم مراية للواقع اللي هما عايشين فيه. يا خبر ابيض. فلو هما عايشين في بيت والناس هادية وبيت هادي والناس لطيفة وفريندلي وكده, هتلاقي غالبا الكلب طالع كده جدا. وفي الشارع نفس القصة. الطريقة للكلب بيهوهو بيها, هل بيكون بيعبر عن حاجة؟ لو كلب مبسوط او فرحان, يعني طريقة هوهوته مختلفة عن لو هو اجريسيف او حزين. ده اكيد. بكل ومش بس يعني بيبقى فيه التون عالي ولا واطي, وفي انك بتحس ان هو عنيف واجاسف ولا اهدى. وفي ان هو بيلعب. فكل هتلاقي ان فيه تغييرات كتير جدا. وحتى لو الناس اللي بتربي كلاب بتحس قوي بده, انه مش كل الهوهوات زي بعض. ساعات بيجي لك بني ادم تلاقيه بيهوهو هوهوه غريبه, وواحد تاني صاحبك بيهوهو بس بتحس انه مبسوط وويلكمينج. على اساس ايه هو بيفرق؟ هما واعتقد ان ده يعني اكتر حاجه تخلينا بجد يعني نقدر الحيوانات, ان هما عندهم سنسيتيفيتي, حساسيه. بالظبط, لحاجه احنا مش شايفينها. الكلب ممكن يدخل 10 بني ادمين قدامه يسيب 9 ويهوهو على واحد. وانت بالنسبه لك شكلا هما ال10 شبه بعض. ممكن يبقوا لابسين نفس اللبس. هو اشمعنى ده يا حبيبي؟ يعني الكيمياء بقى اللي بينهم. هما بيحسوا بالانرجي, بالطاقه بتاعه البني ادم. والطاقه دي لو هو حد مش كويس, او لو حد حرامي, او حد نيته وحشه حتى بالنيه, هما بيلقطوا ده على طول. انت ممكن تقعد سنه وبعدين تكتشف البني ادم ده طلع مش كويس. صحيح. هو في ثانيه. وهما عشان كده يعني قصه مثلا الحراسه او كده, هما مش محتاجين حتى يتدربوا شراسه ولا بتاع, لان هما ده بيعملوا ده, ربنا خالقهم عندهم الانستنكت بالظبط, الغريزه ان هما يعملوا ده. اوكي. ف طيب يعني انت النهارده عماله تتعلميني حاجات كثيره قوي ليها علاقه بالحيوانات وبالكلاب. نظره عين الكلب لصاحبه, ممكن انا ابص
للكلب بتاعي نظرة معينة هو هيبقى فاهم من غير ما اقول له حاجة. ممكن نوصل لكده. وهو اكتلي معظم التواصل بيحصل كده اللي انت بتكونكت معاه. بس الكلاب وهي صغيرة ما تحبش تبص في عين الشخص لما بيكبروا شوية. بصوا هم صغيرين بيبقوا زي الاطفال عايزين يتحركوا عايزين يعملوا عايزين مش عارفه ايه، بس لو يعني لو مسكته هتبص له. بس طبعا كل ما بيهدوا كل ما الكونكشن دي بتعلى. وانت ما بتبقاش فعلا مش محتاج تتكلم. يعني انت مجرد انك تبص له وخلاص انت في دماغك انت عايزه يعمل ايه هو ممكن يعمله. اوكي. وهو فاهمك. طب دايما يقولوا لنا برده بنعرف حاله او مزاج الكلب من طريقه ديله. بيهز ديله بيموطي ديله بيبقى عيان حاجة. ده فعلا ده فعلا. بس ده كمان يعني احنا كده دخلنا شوية في القصص البيهيفير السلوكيات بتاعت كل حيوان لو رفع ديله لو دخل ديله. الفكرة انه حتى من غير الحاجات دي انت لو قعدت هادي كده وبس يوم رايق ومفيش حاجة في دماغك وكده ومجرد حاولت تحس هو حاسس بايه يعني بصيت له في عينيه وحاولت تحس هو حاسس بايه هتعرف حاجات كتير اكتر من انك مجرد تبص ان ديله اترفع ولا لا. طب في ناس بقى بتقص ديل الكلب ودانها النوعيه دي بتخلي الكلب شرس اكتر بتخلي الكلب عنده عقده نفسيه ايه؟ بص المشكله انك تتعامل مع الكلاب على انهم شيء مش على انهم روح. هو ده اللي احنا اتكلمنا فيه في الاول انه هو لو روح فكر انه دايما هما سلوكياتهم ونفسيتهم عامله جدا زي الاطفال. ففكر انه لو عندك طفل وشلت اي جزء منه كارثه. فهما نفس القصه هما في حاجات بتاثر في نفسيتهم. انا مش عارف ليه الناس بتعمل كده. انا مش عارفه برضه. ليه يقصوا ديل الكلب او ليه يقصوا ودن؟ بيقول لك شكله بيبقى احلى او انضف. مش قادر استوعب. هي دي الفكره على فكره يا جماعه. ده روح ده وربنا خلقه كده وهو جميل كده يعني. لا انا مش فاهم بجد الهدف ايه يعني. انت اكيد بتقعدي مع ناس وتساليهم ايه بقى بيقول لك ايه الاجابه؟ لا اصل شكله كده اصل البريد ده كله بيتعمل لهم كده. تخيل مثلا حد او اقص ودن حضرتك او اقص ودن حضرتك هي نفس الفكره. يعني مش قادر استوعب بصراحه يعني. هي نفس الفكره بالظبط. انا اصلا انا جيب يعني من ضمن الكلاب اللي عندي كل ما حد يشوف ايه ده انت ازاي ما قصتلوش ديل اقول لهم انتوا ازاي انتوا اصلا قصيتوا ديل كنتوا. ما الكارثه انه ده بقى العادي وهم مستغربين ان انت ما قصتش. قصت ديل مين يا عم؟ امشي خالص. انت النهارده شرفتيني نورتيني. بس قبل ما نمشي في حاجه عايزه تزوديها؟ انا بس يعني حاجتين. حاجه انه المهمه قوي انك في حاجه اسمها بادي سكان انك تفهم لو في وجع في 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 جوه جسمه. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه بجد انت لو قررت تجيب كلب او قطه او حصان او اي كائن ما حتى لو عصافير لازم تعرف ان دي مسؤوليه ولازم تبقى عارف انه محتاج تديله من وقتك ومن صحيح. مشاعرك ومن مش مجرد انك تسيبه وتجيب له الاكل وتوديله الدكتور. في لازم تلعب معاه ولازم تديله جزء من الحب ولازم كده. وانه تتعامل معاه لانه روح. دايما فكر اكنه طفل. صح. لو عندك طفل هتعمل معاه ايه؟ صحيح. انا بشكرك. ميرسي جدا يا شيخ. انبسطت قوي ان انا معاك. انا اكتر. ثانك يو. ميرسي جدا استاذه ميرال درع على وجودها وعلى النهارده. يا رب تكونوا اتبسطتوا النهارده عندنا كده في كلام خفيف. وخليكم دايما على اذاعتنا نجوم اف ام. شكرا لكم. سلام عليكم. كنتم مع كلام خفيف مع شريف مدكور على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.